السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبابنا في الله، حياكم الله وبياكم، ونجدد الترحاب بكم إلى هذا البرنامج نعيش ساعة في رحاب الإيمان. وموضوعنا هو فرض الصلاة في الإسراء والمعراج. تعلمون جميعا أن الأمة الإسلامية في هذه الأيام تستحضر الذكرى الدينية الخالدة، ذكرى الإسراء والمعراج التي تمت في 27 من رجب. تلك الرحلة التي خلد ربنا عز وجل ذكرها في كتابه العزيز حينما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رحلة نورانية ربانية تمت من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك تم الإعراج من الأرض إلى السماوات العلى. وكان الغرض من هذه الرحلة النورانية تثبيت قلب سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلعه الله تعالى على الآيات الإلهية الكبيرة العظيمة، رآها رأي العين مباشرة. كل ما يتعلق بعالم الغيب والعقيدة مرتبطة بالغيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه المولى حتى رأى أمور الغيب، رآها رؤيا مباشرة، فثبت الله تعالى إيمانه. وبالمقابل ربنا ابتلى قلوب المؤمنين فتزعزعت نفوس ضعاف الإيمان، وارتد عن الإسلام بعض الناس، ولم يثبت إلا من ثبت الله الإيمان في قلوبهم. هذه الرحلة أيضا في السماوات العلى سيخلد ربنا عز وجل ذكرها أيضا في سورة أخرى، سورة النجم، حينما قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هكذا يخلد ربنا عز وجل هذا الحدث. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سينتقل من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ومن ثم إلى السماوات العلى، إلى أن يصل إلى مقام البيت المعمور، ثم إلى مقام سدرة المنتهى، ثم إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، ثم إلى مقام الحضرة الإلهية. وهنا سوف يرى كل شيء، يرى الجنة ويرى النار، عندها جنة المأوى. كل ما رآه النبي الكريم رآه وهو يقظ، ليس مناما، هذه رؤيا يقظة، يقظة، ورآها بالروح والجسد. ما زاغ البصر وما طغى، كل ما رآه حقا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد سبق أن تحدثنا عن فصول هذه الرحلة بالتفصيل الدقيق، واليوم حديثنا عن الصلاة.
كيف فرضت الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لأن كل العبادات من صيام ومن حج ومن زكاة وبقي العبادات كلها شرعت فوق الأرض، إلا الصلاة شرعت فوق السماء، وكل العبادات تمت بواسطة جبريل عليه السلام، إلا الصلاة لم يتم تبليغها عن طريق أمين الوحي الملك جبريل، وإنما فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. تلقى النبي الكريم الأوامر وتلقى التشريع مباشرة من الله جل جلاله، وهكذا صارت الصلاة في أعلى المقامات. في الحديث الطويل الذي سبق أن تحدثنا عنه، هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأوحى الله إلي ما أوحى، لما تكلم ربنا عز وجل مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورآه رأي العين، لما سئل: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: أي نعم، نور، رأيت الله نور نور. وفي رواية قال: هو نور أن لي أن أراه، لأن الله عز وجل نور على نور، نور على نور، يهدي لنوره من يشاء. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، 50 صلاة. قال: فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال لي: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات في اليوم والليلة، ولك لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. هذا حديث طويل اختصرناه، وهو يبين الحوار الذي تم بين سيدنا النبي ورب العزة مباشرة، لما فرض الله تعالى 50 صلاة، ربنا أراد من العباد 50 صلاة، لكن سيدنا النبي لما أخذ هذا الأمر وهو في طريق الرجعة راجع، التقى في السماء 6 بسيدنا موسى الكليم، وسيدنا موسى كان يقول له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال له: ماذا فرض ربك على أمتك؟ سيدنا موسى عنده خبرة لأنه كان نبيا من قبل، سيدنا النبي بكل صراحة وكل وضوح قال: فرض على أمتي 50 صلاة. سيدنا موسى قال له: يا محمد، أمتك لن تستطيع ذلك، اسألني أنا، أنا قبلك كنت نبيا وتعاملت مع البشر، والبشر ضعاف ويتقلبون بسرعة، وكان الإنسان نسيا، ارجع إلى ربك اسأله التخفيف. فرجع فخفف أول مرة 10 ثم 20 ثم 30، وبقي كل مرة يذهب رب سيد النبي إلى ربه عز وجل ويعود فيعترض سبيله نبي الله موسى في السماء 7 ويقول: ارجع قل له يخفف، ولا زال يخفف حتى جعلها 5 صلوات في اليوم والليلة. فنادى المنادي: ولك بكل 5 صلوات 50 صلاة. هذا الحديث فيه عدة عبر وعظات، فيه أولا تعظيم لمقام نبي الله موسى عليه السلام. نبي الله موسى له علاقة وطيدة بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف الأنبياء في ذلك العهد الجميل، ذلك العهد كان الأنبياء يتحاورون، وكان كل منهم ينظر إلى مصلحة الآخر ويبين له ما ينفعه. هذا ما كان في السماء العلى، ونتفاجأ في عصرنا كيف أن أتباع الأنبياء صاروا أعداء وصاروا يتقاتلون ويتنازعون، وكان الأولى أن يكون أتباع الأنبياء كما كان أنبياؤهم في الحوار وفي العظة وفي التوجيه السديد. فريضة الصلاة لما تمت أيها الأحبة الكرام تمت بدون واسطة جبريل، وهذا فيه لمحة طيبة أن مكانة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاقت مكانة جميع الأنبياء عليه السلام.
نعلم بأن سيدنا موسى النبي الذي بعث إلى بني إسرائيل كانت عنده ميزة، وهو أنه يسمى الكليم، كليم الله، يتكلم مع الله. ولكن حتى سيدنا موسى لما فرض الله عليه وعلى أمته الصلاة فرضها عليهم وهم في الأرض. سيدنا موسى تلقى الأمر بالصلاة وهو فوق الأرض، كما جاء في سورة طه لما قال الله تعالى له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري فاعبدني. فهذا الأمر بالعبادة وإقامة الصلاة التي فرضت على سيدنا موسى رغم عظمته وكرامته فقد فرضت عليه وهو في الأرض، إلا أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي فرض الله عليه الصلاة بدون واسطة وهو في السماء. وهذا دليل على أن مقام نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم فاقت مكانة جميع الأنبياء والمرسلين. هذا ما أكده في الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 55. فهذه الشريعة الوحيدة، الشعيرة الوحيدة التي طلب النبي الكريم من ربه التخفيف على المسلمين. لماذا طلب التخفيف؟ ليحسنوا أداءها، ليؤدوها في وقتها مع الجماعة. نلاحظ أيها الأحبة الكرام أن فرض الصلاة في السماء فيها تشبيه أن المؤمن لما يصلي يعرج به كل يوم إلى ربه. نحن في صلواتنا الخمس كل يوم نقوم بعملية إسراء ومعراج إلى الحق تعالى كل يوم، فمن خلالها نعرج إلى عالم الملك والملكوت وعالم الطهارة والكمال. حينما نقف بين يدي ربنا عز وجل، لما تقف بين يدي الله هذا إسراء، ولما تركع بين يدي الله هذا معراج، ولما تسجد لله هذا قاب قوسين أو أدنى من سدرة المنتهى. فطريقة الصلاة لما نكون واقفين ثم نركع ثم نسجد نتواضع لله، على قدر ما يتواضع العبد إلى ربه على قدر ما يرفع الله مقامك. من أراد أن يرفع الله مقامه، من أراد أن يسبغ عليه المولى صبغة الجلال والهبة بين الخلق، الطريقة السهلة هي أن تواظب على الصلاة بخشوع. لما تقف بين يدي مولاك اعلم أن وقوفك بين يديه إسراء، ولما تركع بخضوع وإجلال اعلم أن ركوعك بين يديه معراج، ولما تسجد لذي الهيبة والجلال اعلم أن سجودك هذا قاب قوسين أو أدنى من سدرة المنتهى، أوشكت أن تصل إلى مقام الحضرة الإلهية. فائدة أخرى أيها الأحباب الكرام، أن رحلة الإسراء والمعراج جاءت بعد جملة من الابتلاءات الشديدة التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم أن ذلك العام الذي وقعت في الإسراء والمعراج يسمى عام الحزن، لأنه توفيت الزوجة الطاهرة السيدة خديجة رضي الله عنها، وتوفي العم الحنون أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد أدى قريش على الرسول وأحاطوا به الدوائر وفعلوا ما يسمى بالحصار الاقتصادي والاجتماعي. فكان سيدنا النبي يتلقى الهموم واحدة تلو الأخرى. ربك عز وجل هو دائما إذا اشتد الهم بالعبد يتدخل للفرج، اشتد أزمة تنفرج. فكانت رحلة الإسراء والمعراج تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى جعل لذلك الصلاة هي لزوال الهم وتسرية النفس وفيها تفريج للهموم. فأي واحد من عباد الله عنده هموم وعنده مشاكل أول ما ينبغي أن نقوم به هو أن نفزع إلى الصلاة.
بعض الناس لما يصابوا بالهم ولما يصابوا بالغم أو بالشدائد أو بخلافات زوجية أو فقر أو أمراض أو خصامات مع هدى وهدى، يفكر في من ينقذه، يبحث عن بشر مثله، إما يبحث عن طبيب، إما يبحث عن رجل سلطة، إما يبحث عن خبير، دائما يبحث عن بشر. وكان الأولى الإنسان أولا أن يطرق باب رب البشر، يطلب من الله تعالى أن يتدخل لكي يفرج همه ويفرج كربه ويقضي حوائجه. فالإسراء والمعراج هي سبب للتخلص من الهموم والأحزان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلاة بالنسبة إلينا هي مصدر لراحة العبد، وهي أيضا سبب للتخلص من الهموم والكروب. جاء في قصة الملكين اللذين غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن وطهره بماء زمزم، وهذا أيضا فيها فكرة أخرى، وهو أن حينما نقدم على الصلاة لابد أن ربنا فرض الوضوء قبل الصلاة، فرض الوضوء قبل الصلاة، فالإنسان عليه أن يكون دائما طاهرا في بدنه، طاهرا مغتسلا متوضئا، لباسه نظيف، رائحته طيبة، لكي يقبل على الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أن الملكين قام بغسل قلب النبي الكريم بماء زمزم لكي يستعد للقاء الله، فكل لقاء مع الله تعالى لابد أن نعد له، أن تكون طاهرا معنا ومبدا، الطهارة الجسدية والطهارة النفسية أيضا، قلبك طاهر، قلبك ما فيه غل، ما فيه غضب، ما فيه كره، ولكن قلبك طاهر بالله وجسمك طاهر للإقبال على الله تعالى. نلاحظ كذلك أيها الأحباب الكرام أنه لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى السماء السابعة وبعدها إلى البيت المعمور، ماذا وجد؟ وجد في البيت المعمور 70,000 من الملائكة يصلون في هذا المقام ويطوفون حوله، وإذا دخلوا إليه خرجوا ولم يعودوا إلى يوم القيامة. تصوروا كم هو عدد الملائكة، كل يوم 70,000 ملك من الملائكة يصلون إلى البيت المعمور. ما هو البيت المعمور؟ هو مثل الكعبة، هو مثل الكعبة المشرفة في السماء، حتى قال العلماء لو سقط لجاء فوقها مباشرة. هذا يعني أن الصلاة هي موجودة في السماء، الصلاة هي موجودة في السماء. لما تسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، أول من يصلي من؟ هم الملائكة في السماء يتسابقون إلى البيت المعمور اللي هو مثل الكعبة المشرفة في السماء فوق السماء السابعة. فعليك أن تقتدي بهؤلاء الملائكة وتترك كل أشغالك وأعمالك وتحفز نفسك لكي تقوم بمثل ما يعمل الملائكة من هذه العبادة فوق الأرض. نلاحظ كذلك أيها الأحباب الكرام أن رحلة الإسراء والمعراج بدأت بمسجد وانتهت بمسجد، بدأت بالمسجد الحرام بمكة المكرمة وانتهت بالمسجد الأقصى بفلسطين، لذا قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا دليل على أن المساجد هي أطهر البقاع، وفيها الدليل أيضا هذا الربط ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فيه ربط عظيم، بمعنى أن المسجد الأقصى له مقام وله مرتبة في قلوب المؤمنين، بل كان هو القبلة الأولى للمسلمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين. وهذا يدل على أن المساجد هي بيوت الله، فمن تعلق قلبه بالمساجد كتب من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم نلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل الأنبياء والمرسلين يوم الإسراء في المسجد الأقصى، صلى بكل الأنبياء جمع تلقوه جميعا وصلى بهم وأم بهم، وهذا دليل على أن سيدنا النبي وخاتم الأنبياء
وخاتم المرسلين. هذه الصلاة أيها الأحباب الكرام حري بنا أن نحافظ عليها. إذا كنا نستحضر ذكر الإسراء والمعراج ماذا علينا أن نفعل؟ هل نصوم؟ لا، ما في صيام، لم يرد أحاديث أو أثار في ندب الصيام في ليلة الإسراء والمعراج، وإنما هو ذكر ومذاكرة لهذه الأمور لتثبيت الإيمان في القلوب. وإن كان أمر لا بد أن نحافظ عليه ونذكر به أنفسنا في الإسراء والمعراج هو المحافظة على الصلاة، لأن الصلاة هي عباد الدين. الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فربنا عز وجل قد فرض علينا في البداية 50 صلاة، وهو يعلم أن البشر يستطيعون ذلك. هو الذي قال في كتاب العزيز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مع ذلك ربنا عز وجل خففها ل5 صلوات لكي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.